عدت لحضراتكم مرة تانية. طبعا كل الناس بتكون متوقعة دائما أن يكون الحديث ساخنا حول قانون الأحوال الشخصية. على فكرة ده طبيعي، أي قانون في الدنيا بيطلع، أي قانون في الدنيا بيطلع في أي مكان في الدنيا في أي توقيت في الدنيا عبر التاريخ، مش طالع علشان إن الكل يكون راضي عنه، هو قانون يعيد التوازن إلى الأشياء طبقا لرؤية الدولة في توقيتات محددة، ويجب أن يتشارك في وضعه المجتمع، ولكن صيغته النهائية تنطبق على الجميع، لأن القانون مهمته أن يعطي الحق لأصحابه. خلونا نحط القاعدة الأساسية دي في كل نقاش لينا. ليه؟ لأن أنا ملاحظ أن كل البرامج وكل زملائي في البرامج الأخرى وإحنا أيضا هنا بيحصل عملية استنفار. ليه؟ أنا عايزة إيه؟ وإحنا عايزين إيه؟ والراجل يقول لك أنا عايز إيه؟ هي القضية مش كده يا جماعة، نحن نناقش نقاشا مجتمعيا حتى نصل إلى القانون الصحيح. عشان المنطقة دي، منطقة الأحوال الشخصية والعلاقات الزوجية والعيال اللي بتضيع في الوسط والطلاق والجواز والجواز التاني والجواز التالت وعلاقة كل ده، نعيد ترتيبه بشكل صحيح عشان نقفل هذا الباب ونعتمد على هذا القانون. ضيوفي في هذه الحلقة ورقة جديدة من أوراق نقاشنا في هذا القانون، الأستاذة الدكتورة إيمان الريس، استشاري الأسري والتربوي. أهلا بحضرتك معانا مرة أخرى في الحياة اليوم. الزميلة العزيزة والكاتبة الصحفية دعاء عبد السلام، أهلا بيكي. أهلا بيك. في الحياة اليوم هبدأ بنظرتكم إلى هذا القانون، نظرتك إلى القانون ده دلوقتي. والله أنا برضو لسه بهاتي وبقول يا جماعة ما ينفعش إن احنا نيجي على حساب حد، لأن في الأول وفي الآخر الحسنة هتتنسي والسيئة هي اللي هتعوم. أنا شايفة إن في إكستريم قوي جدا مجحف وظالم وقد يصل لدرجة من درجات القهر النفسي والمعنوي اتجاه الرجل المصري. بذمتك ده حقيقي يا شيخه بشكرك؟ ده حقيقي بجد، ربنا ده حقيقي بجد. وانا مش بتكلم ده كلام يعني بكتسب بيه اللي هو صيت او عايزه ان انا يبقى معايا جمهور عريض من، لا انا بتكلم بجد. وتعالوا نتكلم بالورقه وبالقلم، تعالوا نشوف الراجل المصري وصل لدرجه من ايه. وخدوا بالكم الراجل المصري ده ظابط ودكتور ومهندس وطيار وقاضي ومستشار ومدرس، كل حاجه، حاجات كتيره قوي 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 قوي، حاجه كده اللي هي وتد المجتمع. فما ينفعش ان احنا نهد الوتد ده على حس حاجات كلها مش بتاعتنا. انا مقتنعه ان في مؤامره قويه جدا 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 دخلت من باب الأسرة المصرية، جربوا معانا الاحتلال وجربوا معانا الجواسيس وجربوا معانا بس السم في العسل. دلوقتي بقت في حاجة اسمها السترونج اندبندنت وومن، دي حاجة اللي هو دي مين دول؟ انتوا مين؟ انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ سترونج يعني انت تبقي قوية، ان انت تحافظي على كيان بيتك انت كزوجة وكأم، ان انت تبقي تستقلي عن مين؟ تستقلي عن مين؟ عن 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 زوجك؟ عن ولادك؟ طب ما بلاش تتجوزي. واللي بينادوا بان هم يبقى ليهم مكتسبات وليهم حريات وليهم نديه ومساواه، على فكره يا استاذ محمد انا ضد جدا كلمه المساواه، ضدها جدا وبقولها على مرأة ومسمع من الكل في كل مكان. مفيش حاجه اسمها ان انا راس براس مع جوزي او راس براس مع ابويا او راس براس مع اخويا. انت راجل ليك مفرداتك وانا ست ليا مفرداتي، وربنا خلقنا علشان نكمل بعض مش علشان كل واحد فينا نتحدى بعض، نتحدى ونقف لبعض دلوقتي يا استاذي الفاضل انا اسفه ان انا اقول ده، وانا ست مصريه غيوره جدا على سمعه الست المصريه، ان الست دلوقتي بقت بتضرب. ونرجع لمركز البحوث والدراسات الاجتماعيه، الست بقت بتضرب دلوقتي، بتضرب زوجها. ايه ده؟ ايه ده؟ وفي الاخر يقول لك ايه؟ الراجل ما يتجوزش الا بعلم الاولى، في حين ان من ضمن المطالبات اللي تضحك وتعر في نفس الوقت ان الست تتجوز من غير ولي. ايه الكلام ده يا جماعه؟ هو احنا هنشرع تشريعات جديده؟ هنطلع